واحد جايب مثلا 95% وعندي السمات وعندي بقيه الكواليفيكيشن او المواصفات اللي انا عاوزها, أيوة. مش معقول هاخد هسيبها ب 95 واخد اللي ب 90 اللي هو عنده تقريبا نفس المواصفات. فالفيصل دلوقتي لو كل الامور الثانيه متشابهه فالفيصل الوحيد هيبقى المجموع, وده اللي بيحصل في تنسيق الجامعات التكنولوجيه دلوقتي بالمجموع, تمام. فالمجموعة عليها عمل كبير جدا, لان هو مش المقياس الوحيد, لكن احنا هي عملية صعبة جدا ان انا اقعد ادخل بقى ورا كل بارامتر او كل يعني صفة واقعد ابحث فيها طب مين احسن, فبناخد المجموع اقرب حاجة. اصل بيبقى احيانا عنده مهارات مثلا ما تتحددش وتتقاس بالمجموع, ممكن انا اجيب مجموع كويس بقى انا ما عنديش المهارة, وغيري ممكن يطلع اشطر مني مليون مرة في المدارس دي وفي الجامعة لما هيدخلها, بس مع الظروف ما خلتنيش اجيب مجموع. صح 100%. احنا جينا في بعض السنين عملنا امتحان اسمه امتحان القدرات, واخد بال حضرتك؟ امتحان القدرات ده هو ده بقى اللي بيقيس لحضرتك المعارف المختلفه اللي هي بره المجموع. ده موجود لغايه دلوقتي مقياس بدخل بيه ولا اتلغى؟ لا السنه دي مش موجود. بس بس القدرات دي حاجه يعني لو حضرتك يعني كمتخصص واستاذنا في القصه دي, لو قدرات وقصادها مجموع تاخد مين افضل, صاحب القدرات الافضل ولا صاحب المجموع الافضل؟ لا هي بتبقى الاثنين, بيبقى ده ليه ويت معين وزن معين وده ليه وزن معين. يعني مثلا احسب حاجه اسمها المجموع الاعتباري, المجموع الاعتباري ده بيزد على المجموع بتاعه الاصلي ومجموع في القدرات. طب ده طب ما السؤال الثاني بقى حضرتك, اذا كان في اقبال شديد جدا على مدارس, على فكره انت بتقاطعني كتير جدا يا استاذ. لا انا اسف, لا انا بعتذر, انا بسال حضرتك. لا انا يعني اذا كان في اقبال بهذا الشكل ليه ما نزودش بعدد المدارس؟ ما هو هنرجع للمشكله يا استاذ اسحاق, ان احنا زياده هذه المدارس محتاجه شريك صناعي, محتاجه جوده, محتاجه امكانيات. الدوله يعني كل سنه بتدفع قد كده في المدارس والجامعات دي, ما اقدرش ازودها وانا ما عنديش مدرسين مثلا, ما اقدرش ازودها وانا ما عنديش معامل. دي مكلفه دكتور اكتر من المدارس العاديه اللي انا عاملها, يعني هنا تكلفتها اكتر. يعني التعليم الثانوي دلوقتي مش مكلف, هي مكلف حضرتك بس في الدروس الخصوصيه, ودي الكارثه اللي احنا فيها. يعني ميزه المدارس التكنولوجية ما فيهاش اي دروس خصوصيه الحقيقه يعني, فبالتالي حضرتك التكليف فيها في المعامل وتدريب اعضاء التدريس وان يكون عندي يعني مدرسين مؤهلين لكده, دي المشكله الكبيره, واخد بال حضرتك؟ فبالتالي حضرتك محتاج ان انا امشي خطوه بخطوه سنه بسنه, ما ينفعش ان انا افتح 100 مدرسه في سنه.